حل الرئيس الأوكراني زيلينسكي بمدينة خيرسون الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، والتي تحولت في الأشهر الأخيرة تحت سيطرة القوات الأوكرانية. الزيارة التفقدية حرص خلالها الرئيس على الاطلاع على الأوضاع الميدانية في المنطقة. وفي خطوة نحو الأمام، قدم الرئيس الأوكراني وعودا باسترجاع كل المناطق. وبالمناسبة قام زيلينسكي بزيارة كل من بلدة بوساد بوكروفيسكي التي تعرضت لدمار كبير، ومحطة لتوليد الكهرباء التي تضررت هي الأخرى خلال العمليات العسكرية التي استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية. وتأتي هذه الجولة قصد إعادة إعمار منطقة خيرسون باعتبارها منطقة زراعية رئيسية في أوكرانيا.